43% هي نسبة امتلاء السدود بولاية عين الدفلة، نسبة قدرت العام الماضي ب 63%. 4 ملايين متر مكعب منها ستوجه إلى سقي الحبوب تصديا لشح الأمطار. ما يخفالكمش بلي هذا العام عندنا شويه شح في تساقط الامطار، سجلنا سقوط حوالي 170 ملم من ابتداء من شهر سبتمبر. اما في السنه الماضيه كنا سجلنا الموين تاع 300 ملم. هذا كاع ما اثرناش على نسبه الامتلاء، رانا في 43%، وبالتالي فان الولايه تاعنا ريلاتيفمون في اريحيه. نحن هنا بسد سيدي محمد بن طيبة ببلدية عريب، سد دخل حيز الخدمة عام 2005، هو اليوم يشهد نسبة امتلاء قدرت ب 62%، وسيعمل على سقي سهلي العامرة العبادية بحصة تقدر ب 42 مليون متر مكعب سنوياً. انطلقت حملة السقي منذ 11 فبراير، وهذا يعني لضمان سقي الحبوب، وين عطاو له 1,700,000 متر مكعب، يعني قبل الوقت. وهذا يعني حتى نضمنوا الحبوب سكون ابل ليريغاسيون دابوا، وهذا تشد لنا حتى غايه انطلاق حمله السقي السنويه لواحد افريل. مؤشرات قطاع الموارد المائية لعين الدفلة تؤكد الأرياحية سواء في عملية التزود بالماء أو السقي بعد تسجيل حوالي 170 ملم من الأمطار منذ سبتمبر الماضية.